إذا ما سمع العامي أو المبتدئ في طلب العلم مسألة فيها خلاف، فأي القولين يرجح أو يأخذ؟ جزاكم الله خيرا. إذا كان لا يستطيع معرفة الترجيح، نعم معرفة الراجح، قواعد الترجيح، نعم فإنه لا يجوز له أن يرجح هو، لأنه لا يعرف هذه المسألة، طيب. ولكن يسأل أهل العلم الذين يثق بهم بعلمهم وتقاهم وورعهم، فيعمل بما يفتونه به. طيب. قال تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أما إذا كان متمكنا من العلم ويعرف قواعد الترجيح والاستدلال، فإنه يعمل بما ترجح لديه بالدليل من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. اختلاف العلماء هذا شيء ضروري، نظرا لاختلاف المدارك، ونظرا لآرائهم في الاستنباط، ونظرا لاحتمال الأدلة وتعدد المعاني، هذا شيء ضروري، وهذا شيء مطلوب من العلماء أن يجتهدوا وأن يعملوا بما توصلوا إليه من اجتهادهم مما يرون أنه هو الحق المطابق للدليل. والناس يختلفون في اتجاهاتهم الفقهية ومداركهم، مختلفون فيما يبلغهم من الأدلة وما يصح عند بعضهم ولا يصح عند الآخر، وفي ما تحتمله ألفاظ الكتاب والسنة من المعاني الكثيرة، فكل يأخذ بمعنى. فهذا أمر واقع، ولا حرج فيه لمن عنده الأهلية والمقدرة على الاستنباط والاجتهاد، ولكن عند العمل والتطبيق يجب العمل بما دل عليه الدليل من أقوالهم أو ما هو أقرب إلى الدليل. قال تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. قال تعالى: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إذا طالب العلم المبتدئ والعامي إذا سمع مسألة خلافية فعليه ألا يحتار شيخ صالح، بل يسأل أهل العلم. نعم. ويعمل بما يفتى به. نعم. هل له أن يسأل هذا ويسأل ذاك ويسأل هذا حتى يستقر له رأي أو يكتفي بسؤال أحد العلماء؟ تعدد الأسئلة وتعدد المسؤولين من العلماء هذا يحدث ارتباكا عند الناس وعند السائلين، فعليه أن يسأل من يثق بعلمه ودينه ويكتفي بهذا. طيب. نعم. جزاك